أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا.
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. نور 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 كلمات نحرفها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين. أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازلنا في سورة النساء، وكنا شفنا في الربوع الماضي يعني جانب من جوانب تنظيم الحياة الأسرية وبالتالي تنظيم المجتمع والتطهير دياله من الرواسب الجاهلية باش يقوم على اساس متين. فشفنا عقوبه الزنا بالنسبه للرجل والمراه، وشفنا ايضا يعني تصحيح بعض العادات الفاسده بحال وراثه المراه كرها من طرف الوليد ديالها واعضال الرجل ليها باش ياخذ الصداق ديالها، ايضا الزواج بزوجه الاب من بعد الوفاه ديالو والجمع ما بين الاختين او الجمع بين المراه والعمه ديالها وخالتها. هاد العادات الجاهليه اللي كانت كتضيع معها حقوق المراه وبالتالي كتنحل العلاقات والوشائج الاسريه. ثم تختم الربوع ببيان انواع المحرمات من النساء. وفي بدايه الربوع الاول من الحزب التاسع غادي يكون استكمال الحديث على هؤلاء المحرمات من النساء. تقول الله تعالى: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. والمحصنه اعزائي هي المراه المتزوجه اللي مازالت في العصمه ديال الزوج ديالها، فحتى هي من المحرمات، الا السبايا اللي كيكونوا تخادوا اسيرات في حروب الجهاد الاسلامي وكيكونوا متزوجات ولكن كتنقطع العلاقه ديالهم بالازواج ديالهم كفار، فالزواج بهم مباح من بعد استبراء الارحام ديالهم بالحيض باش يبان انه خالي من الحمل. وكما ختم الله عز وجل الحديث على الميراث والفرائض ببيان انها تشريع هو الوصيه ديال الله عز وجل والحدود ديالو، كيختم الله تعالى الحديث على هؤلاء المحرمات من النساء ببيان انها التحريم هو كتاب الله، اي العهد ديالو والفرض ديالو اللي فرضوا على عباده. تقول الله تعالى: كتاب الله عليكم. ومن بعد انتهاء من ذكر المحرمات من النساء كينتقل الخطاب القراني لبيان حلائل النساء، يعني اللي هما حلال للزواج وطريقه تاسيس الاسره والبناء ديالها. كيقول الله عز وجل: واحل لكم ما وراء ذلكم. فكل ما سوى هؤلاء المحرمات من النساء فهما حلال، كيتطلبوا للزواج والتحصين بدفع الصداق ديالهم. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أداء المال اللي هو الصداق للتحصين والزواج، وماشي أداء المال للمرأة من أجل المسافحة ديالها أي الزينة بها، وهذا فيه إبطال لهذه العادة الفاسدة اللي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي ومعترف بها. أحبتي الكرام، لما كانت تدبروا قول الله تعالى محصنين غير مسافحين كنوجدوا أن الله تعالى سمى الزواج إحصان، فهو حصن منيع كيحمي الرجل من فاحشة الزنا وكيحصنه من الجري وراء الشهوة ديالو والغريزة ديالو بلا حد ولا ضابط، كما أن الزواج فيه إحصان المرأة من التنقل ما بين عدة رجال بدون ميثاق ولا عقد، وبالتالي كيضيع النسل وكتختلط الأنساب. وهو أيضا حصن منيع كيحمي البيت والأسرة والأطفال، فكتمضي الحياة في أمن واستقرار واطمئنان، في حين أن السفاح معناه في اللغة هو إراقة الماء، يعني كتهرق الماء في منحدر دون انقطاع.
وحتى المرأة والرجل أعزائي ومن بالسفاح وبعيدا على حسن الزوجية يريقان الحياة ديالهم والعمر ديالهم والنسل ديالهم بلا حد، فقط جريا وراء شهوة عابرة ولدة عارضة. ومن بعد بيان طريقة الإحسان وابتغاء الزواج بالأموال، كيبين عز وجل أن المهر يعني صدق حق للمرأة مقابل استمتاع الرجل بها، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والاستمتاع هنا بمعنى الانتفاع، بحيث أنه كينتفع بها في التحصين، وكينتفع بها في الإنجاب وتكوين الأسرة، وكينتفع بها أيضا في السكن والأمن والدفء اللي كيوجدوا في رحاب الأسرة. وماشي المقصود زواج المتعة، فهو محرم، فقد ذهب الجمهور إلا أن الأمر استقر على تحريم زواج المتعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أدين به يعني في واحد الفترة ثم نهى عنه، والأدلة على التحريم ديالو كثيرة يعني من الكتاب والسنة. فسياق هذه الآية اللي ما بين يدينا والآيات اللي غتجي من بعد منها كله في عقد النكاح الصحيح اللي كيكون من الأركان ديالو الصداق. فصداق المرأة والمهر ديالها اللي سماه الله عز وجل أجرا هو فريضة من الله على الأزواج. إن الله كان عليما حكيما، عليم سبحانه بداكشي اللي كيصلح العباد ديالو في النكاح ديالهم وجميع أمورهم، وحكيم فداكشي اللي كيدبروا ليهم وفداكشي اللي كيأمرهم به وكينهاهم عليه. ومن بعد تقرير حق المرأة في الصداق كيجي التراضي ما بين الزوجين في هذا الصداق. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فإلا بغات الزوجة أنها تنازل المهر ديالها كله أو بعض منه للزوج يعني من بعد تعيين هذا المهر والتحديد ديالو فلها ذلك، وإلا بغى هو يزيدها على ذاك المهر المحدد فله ذلك. إن الله كان عليما حكيما، فهو تعالى العليم بمصالح العباد ديالو، الحكيم في هذاك الشيء اللي كيختاروا ليهم من شرائع وأحكام. وهذا أعزائي بالنسبة اللي في الاستطاعة ديالو المادية أنه يتزوج من المحصنة المؤمنة، أي المؤمنة الحرة. أما اللي ما يقدرش يتزوج بالمحصنة المؤمنة وفي نفس الوقت ما يقدرش يصبر على الغريزة ديالو ونداء الفطرة وخاف على نفسه من الفتنة، فالشرع أباح له الزواج من غير الحرة يعني من الأمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. وهذا الزواج من الأمة مشروط بالشروط التالية. أولا يعني خصها تكون هذه الأمة مؤمنة لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، ومشي شرط التأكد من الإيمان ديالهم في قلوبهم، بل كيكفي الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. ولذلك قال عز من قائل والله أعلم بإيمانكم، كما أن الله تعالى كيهون على اللي غيتزوج بأمة لأنه ما عندوش الاستطاعة باش يتزوج من الحرة، أنه وإن كانت أمة فالأصل واحد بعضكم من بعض، فالكل بنو آدم ومن نفس واحدة. ثانيا أن هذا الزواج خصو يكون بإذن الأهل ديالهم أي السادة ديالهم اللي كيملكوا الرق ديالهم، فانكحوهن بإذن أهلهن. وثالثا إعطاء الأمة الأجر ديالها يعني الصدقة ديالها في يديها هي ماشي في يد السيد ديالها سيدها، علاش؟ لأن الله تعالى فرض لها هي. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، بمعنى أن هذا الأجر خصو يكون في صورة صداق للزواج ماشي أجر للمسافحة والمخادنة. والمسافحة كما سبق أعزائي هي أن المرأة كتكون لكل من أرادها اللي بغاها من الرجال، وأما المخادنة أنها كتكون لواحد فقط كيزني بها. وهاد العادة الجاهلية كانت معترف بها قبل من نزول هاد الآيات، بحيث كانوا الأسياد كيرسلوا الإماء ديالهم كيكسبوا لهم بالسفاح والمخادنة. فرأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول مثلا كان عنده في المدينة 4 ديال الجواري كيكسبوا ليه بهذه الطريقة القادرة، فلما جاء الإسلام كرم الإماء المؤمنات وأباح الزواج بهم. فإلا تحصنت هاد الأمة بالزواج ثم ارتكبت فاحشة الزنا فهي كتعاقب عقوبة أخف من عقوبة المحصنة الحرة، نصف العقوبة فقط، وذلك مراعاة الواقع ديالها والظروف ديالها اللي كتجعلها أقرب للسقوط في الفاحشة وأضعف أمام إغراء المال أو النسب. تقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم كيختم الله تعالى هذه الآية الخاصة بالزواج من الإماء بيّن أن هذا الزواج هو رخصة اللي خاف على نفسه العنات، أي المشقة، مشقة العزوبة والانتظار ومشقة الزنا بحيث يخاف على نفسه من الفتنة. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فالصبر والانتظار حتى توفر الاستطاعة المادية للتزوج من الحرة هو خير وحسن للراغب في الزواج، لأن الحرة هي محصنة بالحرية وبعزة النفس وبالشرف العائلي. أما غير الحرة يعني الأمة فليس لها، ما عندها حتى حاجة تخاف عليها،
كما أن إغراء المال والانتساب للأشراف يقدر يدفع بعضهم للرذيلة. لكن في حالة الخوف من العنت يباح الزواج بغير الحرة المؤمنة إكراما لها، والله غفور رحيم. وهذا التشريع أعزائي تشريع خاص بالفترة اللي كان فيها المجتمع الإسلامي مازال ما تخلصش من ظاهرة الرق، واللي يعني هو هذا الحكم كان حلقة من حلقات التدرج في تطهير المجتمع الإسلامي من ظاهرة الرق. أما فيما بعد يعني فما على غير القادر على الزواج إلا الصبر والتعفف، لقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيضا لإكثار من الصيام مدرسة الصبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قامع للشهوة حيث كيكسر الحدة ديالها. إخواني أخواتي، ومن بعد كل هذه التشريعات والأحكام والوصايا والعقوبات التأديبية يعني من أجل تنظيم الأسرة وتنظيم المجتمع والتطهير ديالو من العادات والرواسب الجاهلية، كيكشف الله عز وجل على الحكمة من هذا التشريع. تقول عز من قائل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فالله تعالى لطيف بالعباد ديالو، بغي يبين لهم شرائع الدين ديالهم وكل ما فيه الصالح ديالهم والنفع ديالهم، وبالتالي يخرجهم من الجهالة والضلالة إلى الهداية اللي هي الطريق اللي مشوا فيه الأنبياء والصالحون من قبل. فالمنهج ديال الله تعالى منهج واحد وثابت ما كيتغيرش. ومن الحكمة ديالو تعالى أيضا فداك الشيء اللي شرعه هو التوبة من بعد الزلل والخطيئة، فالعقوبات هي تطهير من الذنب ومن الفاحشة. والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. أما الفاسقون اللي هما خارجين على حكم الله عز وجل، أعوان الشيطان اللي كيتبعوا الشهوات ديالهم والغرائز ديالهم الضالة وغير المنضبطة بشرع، فهما كيسعوا لإمالة المؤمنين على المنهج اللي شرعوا لهم الله تعالى، وبالتالي الانطلاق بهم في عالم الشهوات والرذيلة والفساد. والمراد بهم هنا هم المشركون اللي كيبيحوا الزنا والزواج من زوجات الآباء، وايضا اليهود اللي كيسمحوا بالزواج بالاخوات من الاب وبالعمات، وايضا جمع ما بين الاختين، وايضا المجوس اللي كيتزوجوا ببنات الاخ وبنات الاخت. تقول الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. والميل العظيم هو البعد عن احكام الشرع والطعن فيها. ثم كيختم الله تعالى هذا البيان وهذا التعقيب على الاحكام السابقه بانها تخفيف من الله، لأن الإنسان ضعيف بالطبع ديالو، فهاد الأحكام كتوافق مع الفطرة ديالو والتكوين ديالو والطاقة ديالو والقدرات ديالو. تقول عز من قائل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالتخفيف والتيسير أعزائي هو الطابع اللي كيطبع الدين ديالنا الإسلامي الحنيف اللي كيراعي ضعف الإنسان والقدرات ديالو والإمكانات ديالو. نعم أعزائي، الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال والتخفيف والتيسير اللي كيساعد الإنسان المؤمن على الوصول للمولى بسهولة ويسر وبمحبة وشوق، بحيث ما كيوجدش يعني أمامه حتى شي عراقيل أو صعوبات تقدر يعني تحيد به عن الطريق الصحيح، وبالتالي يزغ إما إلى الإفراط أو إلى التفريط. ومن بعد العلاقات الأسرية كينتقل الخطاب القرآني للعلاقات المالية داخل المجتمع. والمناسبة ما بين هذا الحديث الأول على الزواج والمحرمات والحلائل من النساء وهذا الحديث هو الصداق اللي هو حق للزوجة، وما خشيتك بهتانا وإثما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا نهي صريح على أكل أموال الناس بالباطل، وكيدخل في أعزائيني السرقة والخيانة والرشوة والربا والقمار واحتكار السلع الضرورية باش يرفعوا من الثمن ديالها وجميع البيوع المحرمة. أما التجارة اللي كيكون فيها التراضي ما بين البائع والمشتري بما يرضي الله عز وجل، فكيستثنيها سبحانه وتعالى من هذا التحريم: إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. ومن بعد النهي على أكل أموال الناس بالباطل كينهى الله تعالى على القتل بدون حق: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أي ما يقتل حتى شي واحد الآخر، وكيدخل فيه أيضا انتحار، فالله تعالى حرم القتل رحمة بالعباد، وكيدعوهم للتراحم ما بيناتهم. فالمؤمنون هما بحال الجسد الواحد، ولذلك قال تعالى: أموالكم وأنفسكم، فهو مال واحد ونفس واحدة.
وذكر القتل من بعد المال الحرام أحبتي هو نتيجة حتمية لأكل أموال الناس بالباطل، فهو قتل معنوي أيضا قتل مادي، ولذلك يعني أعقبه الله تعالى بالوعيد الشديد، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذه الآية أعزائي فيها دليل على كليتين من كليات الشريعة، هما حفظ الأموال وحفظ الأنفس. ومن بعد هذا التهديد والوعيد كيجي الترغيب كما هو أسلوب القرآن دائما، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولفتة كبائر أعزائي كتدل على أن المنهيات كبائر ودونها، وهي اللي كتسمى بالصغائر، وسمها الله تعالى هنا سيئات ووعد بأنه غادي يغفرها اللي كيجتنبوا الكبائر. وسمى الله تعالى الكبائر في سورة النجم بالفواحش كما سمى الصغائر باللمم، حين قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالمعاصي عند الله عز وجل جوج الأقسام، معاصي كبيرة فاحشة ومعاصي دون ذلك يكثر أن يلم بها المؤمن، ولذلك سماها الله تعالى باللمم. واختلفوا السلف رحمهم الله تعالى في تعيين الكبائر، فعن عباس رضي الله عنه أن كل ما ورد عليه وعيد نار أو عذاب أو لعنة فهو كبيرة. وفصل أبو طالب المكي في الكبائر فقال الكبائر 17، 4 في القلب وهما الشرك والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله تعالى، وأربعة في اللسان شهادة الزور وقذف المحصنات والسحر واليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة اللي كتغمس مولاها في الإثم، وثلاثة في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا، واثنتان في الفرج الزنا واللواطة، واثنتان في اليد القتل والسرقة، وواحدة في الرجلين الفرار من الزحف يعني من وجه العدو، وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين. فليجتنب هذه الكبائر كيكفر الله تعالى عنه الصغائر، أي كيمحيها عليه فما كيعاقبوش عليها، ولكن مع التوبة والاستغفار طبعا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل هو مكان الدخول، أي ندخلكم مكان كريم، والكريم هو النفيس في النوع ديالو الغالي، فالمراد بالمدخل الجنة والدخول ديالها، وهو مدخل كريم لأن أنفس أحسن أغلى ما في الوجود كله من متع ولذائذ موجود في الجنة، كما أن داكشي اللي فيها ما كيساليش وما كينفدش. أحبتي الكرام، وفي سياق الحديث على المعاملات المالية داخل المجتمع كيجي التعقيب على الوصايا والفرائض، يعني المواريث اللي سبق البيان ديالها يعني في الربع الثالث من حزب التامين. تقول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فالنهي في البداية ديالو كان عام لكل المسلمين رجال ونساء، وهذا النهي هو عن تمني ما فضل الله به بعض المؤمنين على بعض، سواء في النسب أو الجاه أو المال أو الأولاد أو المناصب أو غيرها من أمور الدنيا. والتمني أعزائي واللي هو طلب حصول شيء للطالب يعني كيصعب عليه يحصل عليه، عنده أحوال، منها أنه يتمنى أن الإنسان يتمنى شي حاجة من فضل الله عز وجل دون ما يلتفت لهذاك الشيء اللي في الدين غيره، أو أنه يلتفت ليه ولكن كيتمنى أنه يحصل على بحاله أو خير منه دون ما تسلب هذاك النعمة من مولاها، بل كيدعو الله تعالى أنه يبارك الأخ ديالو في الله في النعمة ديالو. وهذا النوع من التمني ما كيدخلش في النهي، فهو تمني محمود، ما لم يكن المتمني كيتمنى شي حاجة مستحيلة أو مخالفة للشريعة، بحال مثلا تمنى المرأة مثلا أنها تكون مساوية للرجل في الميراث، لأن التمني في هذه الحالة كيؤدي للاضطراب في النفس والشك في أحكام الشريعة. وأما المنهي عليه في الآية فهو تمني زوال النعمة على مولاها وحصولها المتمني، وهذا هو الحسد. وفي الحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني أنها تأخذ المكان ديالها، كما أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن الرجل يخطب على الخطبة ديال الأخ دياله في الله، يكون هو خطب هذاك المرأة ومشي هو يخطب من مورا، وإنما كان هذا النوع من تمني منهي عليه لأنه كيدل على عدم الرضا بهذاك الشيء اللي قسمه الله عز وجل وقدره، كما أنه كيؤدي الإفساد هذاك الشيء اللي ما بين الناس لأنه كيترتب عليه الحسد. والحسد هو أول ذنب تعصى به الله لما حسد إبليس آدم، كما أن الحسد كينشأ عليه الغيظ والغضب اللي كيؤدي الأذى المحسود، كيقول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد.
وأول جريمة في التاريخ الإنساني أحبتي كانت بسبب الحسد، لما حسد قابيل الأخ ديالو هابيل فقتلو. وأيضا محنة يوسف عليه السلام كانت بسبب الحسد ديال الإخوة ديالو، حيث قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ولذاك كينها الله تعالى على هذا النوع من التمني، وكيأمر العباد ديالو بالتوجه له تعالى والسؤال من فضله. فالفضل كل فضل بيد الله تعالى، وهو العليم بكل شيء، العليم باللي كيصلح هذا فكيعطيه له، واللي كيفسد هذا فكيحيدو له. وفي ضمن هذا النهي العام أعزائي كان النهي الخاص على تمني النساء ما بأيدي الرجال. ففي سنن الترمذي عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فهما سواء في التملك والكسب والعمل، وما كيتفضلوش الا في هذاك الشيء اللي فضل الله تعالى بهم به بعضهم على بعض، بحال الجهاد والميراث لحكمه يعلمها هو سبحانه. وبمناسبه ذكر التفاضل يعني في الارث ما بين المراه والرجل، كيجي الحديث على نصيب الموالي من القرابه. تقول الله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. اي لكل انسان عصبه من القرابه كيورثوه، اما الوالدين او الاقارب. وهذا المعنى اعزائي هو حسب الوقف الهبطي اللي كيوقف عند قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك. وكيلحق بهؤلاء الورثه بالقرابه الموالي اللي كيورثوه بدون قرابه، ولكن فقط بعقود الموالاه، ومنها عقد الرق، كذلك عقد موالاه ما بين الرجل والرجل بدون نسب، كذلك عقد الاخاء ما بين المهاجرين والانصار، وهي عقود كانوا كيورثوا بعضياتهم موجبه، والاسلام اقر هذيك العقود في البدايه ديالو، ثم تنسخات في سوره الانفال لما قال تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. واما في هذه الايه اللي في سوره النساء فهي كتثبت المتعاقدين بعقود الموالاه توارث ما بيناتهم. ومن ثم كيحذر الله تعالى من الشهاده ديالو والاطلاع ديالو على عباده والنيات ديالهم والاعمال ديالهم: ان الله كان على كل شيء شهيدا. ومن موالاه الاقارب وغير الاقارب كيرجع الخطاب القراني للمؤسسه الاسريه، للتنظيم ديالها وتوزيع الادوار فيها وبيان الواجبات وطرق المحافظه على الكيان ديالها والحمايه ديالها من عواصف الاهواء والخلافات والنزاعات. تقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه الآية فيها بيان الحكمة من تفاضل ما بين المرأة والرجل خاصة في الإرث، فالقوامة هي بيدين الرجل في الإنفاق والأمر والنهي والتوجيه، وكذلك في الحفظ والدفاع لما خصهم الله به من قوة وخشونة وصلابة. أيضا لأنهم كيقدموا العقل على العواطف، وغيرها من الخصائص الفطرية اللي ميز الله بها الرجل على الرجال على النساء. لكن هذه القوامة أعزائي ما كتنفيش الشخصية ديال المرأة داخل البيت، وما كتقللش من الشأن ديالها ولا من القيمة ديالها، بل لا يقوم البيت إلا بها وبالرأي ديالها وبالمشورة ديالها. بل إن القرآن الكريم في مواضيع كثيرة نوه بالمرأة، كما في سورة آل عمران اللي تسمت كلها باسم الأسرة، لكن دور المرأة الأم كان هو البارز، بحيث ما ذكرش الله تعالى عمران، وإنما كان التركيز على دور امرأة عمران في خدمة بيت المقدس. هذا التركيز اللي كان رسالة لكل أم بل لكل المسلمين، أن اللي بيديه التربية والتوجيه والتغيير راهي الأم. بل إن القرآن حتى على استشارة المرأة في شؤون الأسرة حتى من بعد الطلاق، لما قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي فطام الإبن من بعد الطلاق وقبل من إتمام الحولين كما شفنا في سورة البقرة. فالدور ديال المرأة أحبتي والأهمية ديالها في الأسرة ما كيلغيش التفاضل ما بينها وما بين الرجال، وإنما هو فقط توزيع الأدوار حسب الاختصاصات. فالمرأة الصالحة كتكون قانتة أي طائعة للزوج ديالها، وهي ضد المرأة الناشز، حيث كتقوم بهذاك الشيء اللي عليها من واجبات تجاه ديالو في حفظ العرض ديالو وماله وولده، كما انها كتكون حافظه للغيب ديالو اي الغياب ديالو، فما كتبيعش من نفسها الشيء اللي يغضب الله عز وجل، فحفظها لنفسها بما حفظ الله. اما المراه الناشز
واللاتي تخافون نشوزهن، فهي المرأة العاصية المتمردة اللي كتهدد كيان الأسرة وزعزعت الاستقرار ديالها والأمن ديالها، ومخالفة ورافضة للقوامة اللي شرعها الله عز وجل. فالعلاج ديالها: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهذه كلها إجراءات تأديبية، ماشي الغرض منها إدلال المرأة، حاشا لله، فهذا حكم الله تعالى. بل كيفاش غيتبادر للذهن هذا المعنى وحنا في سورة النساء اللي كرمت المرأة ورفعت راسها وعطتها كامل الحقوق ديالها وردت لها المكانة ديالها في المجتمع وقيمة ديالها كإنسانة؟ وإنما هي محاولة لإنقاذ كيان الأسرة وإنقاذ المرأة من نفسها والأهواء ديالها قبل من كل شيء، ماشي معركة ما بينها وما بين الرجل. فالموعظة الحسنة اللي مش أنها أنها تحرك المشاعر ديالها، ثم الهجر ديالها في المضجع لتليين الجانب ديالها. ومن رحمة الإلهية أحبتي أنه تعالى شرع الهجر في المضاجع ومشي بعيدا عن المضاجع باش ما يجرحش المشاعر ديالها، وايضا باش ما يتاداوش دوك الوليدات بهذا المنظر اللي يقدر يؤدي بهم العقد والفساد والانحراف لغياب الامن النفسي داخل الاسره. واما الضرب المقصود في هذه الايه فهو ضرب غير مبرح، كما وضح النبي عليه الصلاه والسلام لما سالوه عن حق الزوجه فقال: ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتست، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، اي لا تقل قبحك الله او اي قول قبيح، ولا تهجر الا في البيت. والرسول الحبيب عليه الصلاه والسلام اللي كيبين معنى الضرب في هذه الايه عمره ما ضرب شي واحد. كتقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط ما لم تكن حرمه من محارم الله تعالى، وما ضرب بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما ولا امراه. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا طاعت المرأة ورجعت فلا اعتداء عليها، لأن الولي ديالها شكونه؟ هو الله الكبير المتعال اللي كينتقم اللي ظلمها وتعدى عليها. فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وأما إذا ظهر الشقاق في أفق العلاقة الزوجية فهنا كيدخلوا الحكام بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، فكيجتمعوا وكيشوفوا اللي فيه المصلحه ديال الزوجين. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما، ان الله كان عليما خبيرا. فاذا كانت النيه ديال هاد الحكمين بجوج صادقه في اصلاح ذات البين، غادي يوفقهم الله تعالى وغيبارك في هاد الوساطه وغادي يتم الصلح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.